بالنسبه لهذه الندوه الدوليه الموسومه بالكتابه في السياق الاعلامي بين ادبيه التخيل والافتراض الرقمي، هي تندرج ضمن الانشطه العلميه والثقافيه لماستر الاعلام الجديد والتسويق الرقمي من جهه، ولطلبه الاجازه الجامعيه المتخصصه في المقاوله الصحفيه من جهه ثانيه. بالنسبه للاثر الذي يمكن ان تحققه هذه الندوات او هذه الفعاليات العلميه، هي انها تخرج الطالب من الجانب المهني الصرف ليتعرف على جوانب اخرى مرتبطه بالبحث وبالدراسه وبالنقد وباللقاء الافكار المختلفه والوجهات النظر المتعدده. هذه الندوات عندها اهميه على ثلاث مستويات، اولا هي ورش للطلبه من اجل تعلم وصقل المواهب ديالهم فيما يتعلق بكيفيه اعداد الندوات، كيف ما كانت فكريه او لا علميه، وهذا يدخل ضمن نطاق التواصل وخاصه التواصل المؤسساتي. المساله الثانيه تمكن الطلبه الاعلاميون ولا الصحفيون من كيفيه التعامل مع مثل هذه الندوات من ناحيه التغطيه، من ناحيه اعداد التقارير، اعداد قراءات. المستوى الثالث تمكن الطلبه من الاحتكاك بالمهنيين والاقتراب اكثر من مجال ديال الصحافه والاعلام. سعيد جدا بهذه المشاركه والتي كانت بورقه علميه حول الابتكار في السرد القصصي القصه الخبريه نموذجا، وكان ملخصها ان صح التعبير حول ضروره وجود او لجوء صحفيين الى الكتابه في صنف القصه الخبريه او ما يسمى بالفيتشر ستوري امام تدفق الأخبار اليوم والثورة التكنولوجية، وأيضا الثخمة الموجودة على مستوى الأخبار. أصبح من اللازم أن تكون القصة الخبرية حاضرة، لأن في كثير من الأحيان يكون الخبر موجود في القصة وليس في الخبر في حد ذاته. تطورت القصة الخبرية، تطورت من كونها قصة صحفية إلى كونها قصة خبرية على مستوى التناول وعلى مستوى مدخل وزاوية المعالجة، وبالتالي انتقلنا من القصة الصحفية التي كانت تكتفي فقط بالتقى واستقبل وإلى غير ذلك، بمعنى تجعل موضوع الخبر هو زاوية التناول وهو الهدف، إلى قصة خبرية بدأت تجعل من الإنسان هو مدخل المعالجة، وبالتالي هذا المدخل الإنساني هو الوسيلة الأنجح والأنسب والأهم الآن التي يجب على الصحفيين إتقانها من أجل الوصول إلى أكبر عدد من المتلقين ومن الجمهور، أليس الجمهور إنسان؟